بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من المحاضرات الخاصة بالبلومنج. النهاردة بإذن الله هنكمل ما توقفنا عنده في المحاضرة السابقة. كنا المرة اللي فاتت شرحنا اللي هو البلومنج فيكسشر أو اللي هي الأجهزة الصحية، وكل جهاز ده بيتكون من ايه وبيشتغل ازاي. وزي ما اتفقنا ان اي جهاز صحي طالما هيدخل له مية يبقى لازم ليه نقطة صرف. تعرفنا مع بعض على بعض الأجهزة اللي احنا عارفينها اللي هي الفيكسشر اللي احنا متعرف عليها، وبعض الفيكسشر الجديدة وليكن مثلا زي اللي هي الاكسبيرينس شاور، زي الامرجنسي اي ووش، زي الامرجنس شاور، وعرفنا ايه الفكرة بتاعتهم وامتى بنستخدمهم. النهاردة بإذن الله هنكمل باقي المكونات الخاصة بالووتر سبلاي سيستم. الووتر سبلاي سيستمز او اللي هي الكومبوننت بتاعه الووتر سبلاي سيستم او اللي هي المكونات بتاعه الانظمه الخاصه بتغذيه المياه بتتكون من الاتي. اول حاجه اللي هي الووتر سبلاي سورس، يبقى هنا لازم يبقى في مصدر للمياه علشان خاطر يبقى هو المخزون او هو المصدر الاساسي الخاص بالمياه اللي هي هتغذي او هتشغل معي الاجهزه الصحيه الموجوده عندي في المبنى. والحاجة التانية اللي هي البايبنج، تمام. الحاجة التالتة اللي هي الفالفز او اللي هي الصمامات اللي بتتحكم في عمليات الغلق وعدم، والحاجات اللي هي خاصة بعدم الرجوع زي التشيك فالف وغيرها، وحاجات تانية خاصة بالتحكم في الضغط او بتتحكم في درجة الحرارة، تمام. هنتعرف عليها بإذن الله في السلايدات القادمة ان شاء الله. تعال نمسك اول حاجة موجودة عندي في المكونات بتاعت الووتر سبلاي سيستم اللي هو الووتر سورس. الووتر سورس او اللي هو المصدر بتاع المياه ممكن يبقى المصدر بتاع المونسيبلتي. المونسيبلتي اللي هي البلدية. البلدية المفروض او المرافق اللي هي موجودة عندي في البلد هي اللي بتمشي الشبكات بتاعت المياه في الشوارع، وبعد كده بتاخد وصلات او افرع من اللي هي المواسير المين دهيت اللي موجود عندي في الشارع وتغذي المباني، وبعد كده بنروح حاطين العدادات بتاعتنا بحيث ان احنا نقدر او تقدر الحكومة ان هي او المرافق ان هي تعمل عملية المحاسبة على كمية المية المستهلكة في البلد دي. المصدر التاني من المصادر اللي هي المياه اللي هي الويل اللي هي الابار في الاماكن اللي هي النائية او الاماكن اللي مش بيوصل لها اللي هي المرافق او مش بيوصل لها اللي هي الشبكات الخاصة بالبلدية، فهنا بيستخدم اللي هي مياه الابار، تمام، او اللي هي المياه الارتوازية. المياه اللي هي بتاعت الابار اللي دي بتبقى مياه جوفية. المفترض طبعا لو مكان نظيف المفروض المياه دي بتبقى نظيفة، بيبقى فيها نسبة الاملاح شوية زيادة عن المياه بتاعت البلدية. بيتم عملية المعالجة لمية الابار وعملية المعالجة نفسها وخطواتها والإكيومنت اللي بتستخدم بتبقى وفقا لتحليل المياه الخاصة بالبير ده علشان خاطر نعرف اللي هي المكونات البكتيرية والمكونات الكيميائية والإشعاعية كمان الخاصة باللي هي البير ده، بحيث ان احنا لما نحط الإكيومنت بتاعتنا تعمل معالجة للمياه يبقى تصلح بعد كده لعملية الشرب او العمليات الاخرى زي الزراعة وغيرها. المصدر الثالث اللي هي التنكات، ان بيبقى عندي تنكات كبيرة، تمام. التنكات دهيت وليكن مثلا سواء كانت التنكات دهيت التغذية بتاعتها من المونسيبلتي او التنكات دهيت التغذية بتاعتها عن طريق تانكر، يبقى عن طريق العربيات الكبيرة كده اللي هي اللي بتبقى متحملة بالمياه وبتيجي تملى كل فترة التنكات دهيت. طبعا دي بتستخدم في اللي هي برضو الاماكن النائية او اللي مش بيوصل لها اللي هي المرافق بتاعت البلدية. التنكات سواء كنا بنستخدمها في مبنى عادي او مبنى زي ما اتكلمنا في مبنى نائي شوية، يبقى هنا بيتم تصنيفها على حسب الاستخدام للاتي. اما ان التنكات ده هي بتبقى فيها بوتابل ووتر. يعني ايه بوتابل ووتر؟ يعني مياه قابلة للشرب. يبقى المياه اللي احنا بنشربها، المياه اللي احنا بنستخدمها مثلا في الاكل وغيره، يبقى هنا او في الطبيخ، يبقى هنا ده بنسميها بوتابل ووتر.
في مياه تانية اللي هي بنسميها النون بوتابل ووتر. النون بوتابل ووتر دي بإذن الله يعني هندي نبذة مختصرة عنه وبعد كده هنتكلم عنه إن شاء الله فيما بعد بالتفصيل. إن النون بوتابل ووتر دي بتبقى مياه معالجة. مياه معالجة منين؟ يبقى بنستخدم اللي هو جري ووتر في الأبنية اللي هي الكبيرة، تمام؟ عند مثلا مبنى هاي رايز بيلدينج فندقي مثلا، يبقى هنا بيبقى الاستهلاك بتاع المياه كبير جدا، فبالتالي كمية الويست اللي هي هتطلع من الأجهزة بتبقى عالية، ويبقى توفيرا لكمية المياه اللي بتستهلك في المبنى ده، إن أنا بعمل إعادة تدوير للمياه اللي بتخرج من المبنى ده. فيما يسمى اللي هي الجرين بيلدينج وحاجة زي كده، تمام؟ والليد للناس اللي هي اخده كورسات ليد او اللي واخده شهاده الليد هتبقى فاهمه الكلام ده كويس جدا. فبيستخدم اللي هي جري ووتر او المياه الرماديه اللي هي ميه الويست اللي بتخرج من الاجهزه الصحيه زي الليفاتوري او زي الباستاب، تمام؟ فان هو بيعيد استخدامها مره تانية عن طريق وحده معالجه، والمية اللي بتخرج منه اللي هي بنسميها النون بوتابل ووتر دي بنستخدمها بعد كده مرة تانية في الفلاشينج بتاع القواعد اللي موجود عندي في الحمامات اللي هي الدبليو سي، او بنستخدمها في الاريجيشن، تمام؟ برضو النون بوتابل ووتر مصدر تاني ليها اللي هي الستورم ووتر او المياه بتاعت الامطار. ان انا باخد مية المطر بخزنها، برضو بروح مدخلها على وحدة معالجة اللي هي الفلترة، وبعد كده بدخلها على تنكات خاصة بالنون بوتابل ووتر. وبرضو بنفس القصة ان انا اقدر استخدم النون بوتابل ووتر في الفلاشنج بتاعت دبليو سي، او ان انا بستخدمه في العمليات الاريجيشن والغسيل اللي هي مثلا تشغيل الهوز بيبس وحاجات زي كده. بعد كده بيبقى هنا عندي اللي هو الجري ووتر. خلاص عرفنا يعني ايه جري ووتر، يبقى المياه الرمادية دي اللي بتخرج من اللي هي اللي يبقى هي الويست اللي بيخرج من الليفاتوري او اللي بيخرج من الباستاب. طيب في مية تانية او تمام ما ذكرناش اللي هي البلاك ووتر. البلاك ووتر ده هي مياه مش بنعالجها، اللي هي بتخرج من القواعد او بتخرج من اليورينال، تمام؟ مش بيتم معالجتها ويعاد استخدام مرة تانية، لكن ايه بترمى على الصرف الصحي. طيب بعد كده بيبقى في عندي المياه اللي هي الستورم او مياه الامطار. بعد كده بيبقى في عندي نوع تاني من التنكات اللي هي خاصة بالإريجيشن الخاصة بالري، وفي التنكات الأخيرة اللي هي الفاير فايتنج، ودي ذكرناها بالتفصيل في الكورس بتاع الفاير اللي أنا بستخدم التنكات بتاعة الفاير دهيت لتغذية الأنظمة اللي هي خاصة بالحماية في المبنى زي الرشاشات زي الكباين زي اللي هي الأنظمة مختلفة اللي بتستخدم مياه زي الفوم زي الووتر ميست وحاجة وما إلى ذلك. لو اتكلمنا عن المونسيبيليتي ووتر او اللي هي المصدر بتاعي المياه بتاعت البلدية، هل البلدية دي بتاخد المياه على طول من النيل مثلا في مصر ويتغذى بيها على طول البيوت، او تغذى بيها اللي هي الاجهزة الصحية اللي هي في المنازل وغيرها، ولا بيبقى فيه عملية معالجات كبيرة جدا علشان خاطر نحصل في الآخر إن أنت تحط الكوباية تحت اللي هي الحوض وتشرب مياه نقية مياه نظيفة ما تسببش أي أمراض؟ فعليا هو بيبقى فيه وحدة معالجة كبيرة جدا أو محطة معالجة كبيرة جدا بتبقى موجودة على النيل. المياه بتاعت النيل او المياه بتاعت النهر بتمشي بمراحل متعددة خاصة بعملية المعالجة علشان في الاخر تحصل على مياه نقية تقدر انك تشربها. المياه بتاعت النيل او المصدر بتاع المياه اللي هو النهر مثلا بيبقى اللي هو بنسميه الرو ووتر او المياه اللي هي ايه الخام. دي بيبقى فيها طبعا عوالق، بيبقى فيها شوائب، بيبقى فيها مثلا اسماك، تمام؟ وغيرها من اللي هي الشوائب وغيرها، تمام؟ يبقى water is drawn from lakes، يبقى من البحيرات او من الانهار او من الريزرفوار، or can be drawn from ground water using a bore holes، او ان هي بتاخد من المياه الجوفية اللي هي تحت الارض. بعد كده بيبقى فيه حاجة اسمها سكريننج. سكريننج دهيت اللي هي الشبك اللي هي بيشيل بقى العوالق الكبيرة اللي هي مثلا ورق شجر، جذع شجرة، أسماك، يبقى دي كلها السكريننج ده، يبقى حواجز بتمنع اللي هي الشوائب الكبيرة ان هي تدخل.
بعد كده بيدخل على مرحلة تانية اللي هي بنسميها كوجولانت ادد، اللي هي بنضيف بعض المواد الكيميائية اللي بتساعد في عملية الترسيب. انا عندي المية اللي داخلة من النيل او داخلة من النهر بتبقى ايه، فيها شوائب، فيها رواسب كتير جدا، فهنا بضيف اللي هي كبريتات الالومنيوم، اللي هي الالومنيوم سلفايد او سلفات، وبيبقى فيه مادة كيميائية تانية اللي هي كلوريد الحديد، تمام، او الفيريك كلورايد. المادتين دولت بيساعدوا بشكل كبير جدا في عملية اللي هي الترسيب، ان الرواسب دهيت بتبدأ هنا يحصل بينها اتحاد وبتكون رواسب كبيرة جدا. طبعا بيبقى فيه هنا مراوح خاصة بعملية التقليب علشان تقلب اللي هي المواد الكيميائية دهيت مع المية، فتساعد بشكل كبير جدا على عملية ايه اللي هي الترسيب. البارتيكلز دهيت زي ما قلت لك، والديرت دهيت بتبدأ هنا تتحد مع بعضيها، بتدخل بعد كده على مرحلة تانية اللي هي بنسميها السيدمنتيشن او اللي هي مرحلة الترويق. احواض الترويق دهيت ان هي بتبدأ هنا الرواسب نتيجة لان هي اتحدت مع بعضيها وكونت اجزاء تقيلة، فتبدأ هنا تترسب عندك فين، في القاع، ويسهل بعد ذلك عملية ايه الازالة الخاصة بيها. فبنحصل على مياه، المياه طبعا مش بتبقى نقية 100%، لكن بيبقى فيها جزء من برضو ايه رواسب عالقة في المياه. فبنروح مدخلين على مرحلة تانية اللي هي مرحلة الفلترة. المراحل بتاعة الفلترة دهيت دي بتبقى مالتي ميديا، بيبقى فيها كربون، بيبقى فيها ساند، بيبقى فيها جرافل. الكربون طبعا عشان خاطر يشيل اي روايح كريهة، تمام، يبقى معروف طبعا الفحم ان هو بيعمل عملية امتزاز للروائح، يبقى هنا بيشيل الروائح الكريهة الموجودة عند في المياه. الساند والجرافل بتساعد بشكل كبير جدا على التخلص من باقي الرواسب العالقة في المياه. وبعد كده بنروح واخدين المية دهيت مدخلينها على وحدة تانية اللي هي خاصة بعملية إضافة الكربونات الكالسيوم أو اللايمستون اللي هو الحجر الجيري، علشان خاطر يعمل عملية معادلة للبي اتش، تمام. طبعا لو كانت عندي البي اتش اللي هي الأس الهيدروجيني او اللي هو بيعبر عن درجة الحامضية الخاصة بالمية دهيت، لو كانت المياه نفسها درجة الحامضية بتاعتها عالية جدا، فبالتالي هنا لما تبدأ تضخها في الشبكة بتاعة المياه، ولو كانت الشبكة دي فيها مواسير ميتال، هنا بيحصل عملية تآكل بشكل كبير جدا للشبكة دهيت، وبالتالي ايه بتدمر الشبكة بشكل كبير، تمام. وفي نفس الوقت ايه هتأثر طبعا على الصحة العامة وتأثر على الصحة بتاعة الإنسان، فعشان كده لازم نعمل عملية اللي هي الكوريكشن بتاعة البي اتش، او ان انا بعمل تصحيح للي هي الدرجة بتاعة الحامضية الخاصة بالمياه. بعد كده بنضيف مواد كيميائية تانية اللي هي بنسميها الانتي كوروجن ايجنت، او اللي هي مواد بتساعد في عملية الحفاظ على الشبكة أو الحفاظ على المواسير والمعدات بتاعة الشبكة بتاعتي، إن هي بتقلل من عملية الصدأ وعملية التآكل. مادة كيميائية ده هي بتسمى أورسو فوسفاتس، تمام. الأورسو فوسفاتس دهيت يبقى بتساعد إيه على الحفاظ إن المية ما تعملش تآكل بشكل كبير جدا في الشبكة بتاعتي. اخر مراحل من المراحل اللي هي خاصه بعمليه المعالجه بتاعه المياه اللي هي اضافه الكلور. ليه الكلور ما تضافش في المراحل الاولانيه، تمام؟ الكلور معروف طبعا ان هو العدو اللدود لاي ميتال، تمام، يدخل على اي تانك مثلا ميتال او اي ماسوره ميتال ياكل المعدن ده بشكل كامل. فالكلورة او عملية اضافة الكلور دهيت لازم تبقى اخر بروسيس موجودة عندي في عملية المعالجة، في عملية ايه المعالجة، يبقى اخر حاجة لما بيعمل اللي هو او بيضيف اللي هو الكلور علشان خاطر يبدأ هنا يقتل الجراثيم. الكلور طبعا معروف ان هو بيستخدم في عملية التطهير وعملية قتل البكتيريا، قتل الجراثيم الموجودة عندي، فيبدأ هنا لما بيضيف الكلور خلاص بيبدأ هنا يقتل كل الجراثيم الموجودة عندي في المية بعد عملية اللي هي المعالجة المختلفة اللي احنا اتكلمنا عنها. وبعد كده بيروح مدخلها على تنكات تخزينية، ومن بعدها اللي هي طلمبات خاصة برفع المياه في الشبكة، ومنها في الاخر بتوصل للبيت عندك تقدر انك تشرب المياه دي بسلام وامن. طبعا الشبكة كلها بتاعت المدينة نفسها بعد ما بيحصل عملية التركيب لازم يحصل ليها عملية تطهير، هنتكلم عن عملية التطهير دي ان شاء الله ممكن في المحاضرة اللي جاية.
ازاي؟ ان هو بيعمل تطهير للشبكه، سواء كان شبكه بتاعت مثلا مبنى جديد او شبكه مثلا بتاعت مدينه، هي بتبقى نفس القصه. لازم يعمل تطهير بميه وكلور علشان خاطر يقتل اي جراثيم موجوده داخل الشبكه. تعال نشوف كده فيديو مع بعض بسيط جدا بيوضح لي قصه المعالجه بتاعت المياه دهيت. Did you ever wonder how clean, pure water comes to your faucet? The water we drink isn't naturally pure. To become safe for human use, it must go through a rigorous purification process. To begin, water to supply the treatment plant must be collected from the environment. Pure water is collected from a surface reservoir. Mesh screens cover the pipe openings to prevent large debris from entering and damaging the pumps. From here, the raw water is pumped to the treatment facility where it is first sent through aeration. This process is designed to provide as much air-water contact as possible, allowing dissolved gas contaminants to escape. After that, the water goes through a softening process. While not a health risk, hard water can cause undesirable mineral buildup in pipes. A mixture of slaked lime and soda ash is added to the water to precipitate calcium and magnesium. بيضيف مواد كيميائية عشان خاطر يحصل ايه تكون للرواسب دي تتجمع مع بعضها. Mixed into the water is a coagulant, a chemical that balances the negative electron charge of the contaminant particles, allowing them to join together in heavy clumps. The actual clump formation process is called flocculation, and the clumps themselves are called flocks. Afterwards, the water flows slowly through the next tank for the process of sedimentation. In this process, the flock created during the coagulation and flocculation stages is left to settle to the bottom of a tank. After it is settled out, the water is sent to the next tank for filtration. Here, the water seeps through a filter of anthracite, sand, and gravel. The different layers of the media work together to remove any small particles that may have been missed by the flock. The water must now go through the disinfection stage to eliminate hazardous microorganisms. Several processes can be used for this, but the most common is chlorination. Chlorine gas is dispersed into the water, forming hypochlorous acid to destroy dangerous bacteria and viruses. The chlorine is then left in contact with the water for a while to allow for thorough disinfection. Lastly, many water treatment facilities add trace amounts of fluoride to the treated water for the health benefits it provides. The water is now ready to use. From here, the water is distributed through the city's water system. To your house, في الاخر تقدر انك تشرب الميه من الحنفيه بشكل امن. المونسيبلتي ووتر، لما نيجي نبص على الشبكه بتاعت البلديه نفسها بيبقى فيه زي ما اقول لك كده في الشارع بيبقى فيه ماسوره ام اللي هي ماسوره الميه، وبعد كده بيبقى فيه حاجه اسمها كوربوريشن ستوب، تمام، واصله كده بيتم توصيلها بالماسوره الام او الماسوره الرئيسيه، ومنها بياخد اللي هي الفرعه اللي هيبدا يغذي بيها اليوتيليتي او يغذي بيها البيلدينج بتاعتي. وبيبقى في النص كده بيبقى في حاجه اسمها كورب ستوب او اللي هو فالف خاص بالتحكم في عمليه الغلق بتاعت المياه، وده بيبقى التحكم بتاعه من الاعلى من على الرصيف، تمام، عن طريق اللي هي حاجه دائريه كده، غطاء دائري بيبقى موجود، تمام، بيفك الغطاء دوت وبينزل طوله معينه على شكل حرف تي، بيبدا هنا يتحكم في الكورب ستوب ده اذا كان يفتحه او يقفله لو ما حصل مشكله في اللي هي البيلدينج بتاعتي. لحد هنا يبقى كل ده خاص بيه اللي هي البلديه او خاص بشغل البلديه. من بعد ذلك بيبقى هنا ده شغل خاص بيك انت، هنا بتروح ايه، بيبقى موجود العداد، تمام، بيبقى موجود عندك ستوب فالف، تمام، انك تتحكم في الميه وبرضه تقفلها او تفتحها للبيلدنج بتاعتك. بيبقى فيه العدادات الخاصه بعمليه المحاسبه، وبتركب عداد تاني ممكن علشان خاطر لو انت بتعمل صيانه للي هي العداد ده نفسه. ده شكل اللي هو الكوربريشن ستوب او الوصله اللي هي بتوصل فيه الماسوره الرئيسيه او الماسوره الام الموجوده عندي في الشارع، ده شكله اهو.
تمام. ولما نيجي نعرفه يبقى connection to the street main that is approved by the municipal water authority consisting of a connection or tap and a valve. يبقى هنا بتلاقي عندك الفالف ده بتقدر انك ايه تفتح او تقفل علشان خاطر ايه تتوصل المية لي اللي هي property او توصل المية لي البيلدينج بتاعتك. يبقى ده اللي هو corporation stop valve. الكورب ستوب فالف ده اللي هو بيبقى عندي فالف بيبقى ليه الاكسس بتاعه من خلال الرصيف. طبعا في مصر ما بشوفوش بصراحة. تمام. الكورب ستوب فالف ده يبقى هنا بيبقى الفالف رقم 2 من بعد اللي هو الستوب فالف، لان الستوب فالف خلاص بيبقى مدفون، لكن الاكسسبل ده اللي هو بيبقى من خلال الكورب ستوب فالف، فده بيبقى accessible from service to enable shut off the water service from outside the building. يبقى من خارج ايه المبنى. لو انا بعمل مثلا شبكة صيانة في المياه الخارجية او شبكة الانفرا الخارجية، يبقى هنا بروح اقفل ايه الفالف بتاعي بالشكل ده. بيبقى هنا معاه طولة او بيبقى حاجة على شكل حرف T، مفتاح على شكل حرف T، بيروح مدخله من الفتحة ديت ويبدأ هنا يقفل الفالف الموجود عندي ده اللي هو الكورب فالف. المصدر الثاني من المصادر اللي هي المياه غير المونسيبلتي اللي هي الويل ووتر. الويل ووتر او اللي هي المياه الجوفية اللي هي مياه الابار، ان هو بيبدأ هنا يسحب بطلمبات. يبقى هنا ممكن يبقى البير ده مش عميق، فبالتالي هنا وحدة الطلمبات نفسها بتبقى اعلى البير. ممكن يبقى البير نفسه عمقه كبير جدا، فهنا في ساعتها بيروح مركب طلمبات غطسة تبدأ تسحب المياه، بتبدأ تدخلها على تانك، ومن التانك ده بيبدأ هنا يروح مدخلها على ايه، يدخلها على فلتر. تمام. ده بريشر فيزل بيبقى تبع الوحدة بتاعت الطلمبات، ما فيش اي مشكلة. تمام. عشان خاطر بس ايه ما يعملش ذبذبة او ما يعملش اللي هي فلكتويشن في الشبكة. تمام. بيدخل هنا الووتر فلتر. تمام. وبيساعد كمان في عملية الغلق والفتح والتحكم في الموتور ده على حسب الاستخدام. الووتر فلتر ده بيعمل فلترة أولية للمية، وبعد كده زي ما قلت لك إن المياه بتاعت الآبار شوية بتبقى الأملاح فيها زايدة، فهنا بيستخدم حاجة اسمها سوفتنر. إيه السوفتنر ده؟ يبقى هو وحدة بتستخدم لعملية إيه؟ لعملية التخلص من الهاردنس أو التخلص من المياه العسرة. المياه العسرة يعني ان المية دي نفسها بيبقى فيها نسبة الاملاح بتاعت المغنيسيوم بتبقى عالية جدا، فالسوفتنر ده بيقلل الاملاح بحيث ان هي توصل المية اللي هي المستخدم بشكل سليم وباقل املاح ممكنة، بحيث ان هو يقدر يستخدمها سواء كان في الشرب او في الاكل او غيره. تمام. فده زي ما قلت لك كده ان الويل ووتر او اللي هي المياه بتاعت الابار بيتم معالجتها اون سايت. يبقى هنا في الموقع نفسه بعمل تحليل للمياه بتاعت البير، بعد كده بروح اعمل الاكيومنت او البلانت بتاعت اللي انا بعمل بيها عملية المعالجة للمياه دهيت، وبعد كده ببدأ اضخها بتغذي اللي هي البيوت اللي حواليها او اللي هي المباني اللي القريبة منها. بيقول لك هنا generally well water can be made potable by on-site treatment system. The water is first tested to determine the type of treatment that is required. يبقى هنا لازم اعمل اختبار للمية واعمل تحليل للمية علشان خاطر اعرف انا هعمل ايه في المية ديت بالظبط. هل ان انا مثلا هشيل املاح بس، ولا ان انا محتاج وحدة معالجة خاصة بالبكتيريا، وحدة UV مثلا، ولا انا محتاج مثلا حاجة خاصة بمعادلة البي اتش اللي هي معالجة كيميائية، حاجة خاصة بالتخلص الاشعاعي. مثلا ممكن يبقى المية اللي هي فيها نسبة اشعاع عالية، فبالتالي هنا ممكن اجيب وحدة معالجة خاصة بالاشعاع، او ان انا في البير ما استخدمهاش اصلا. يبقى هنا بيقولك ان التايب اوف كونتامينيشن او اللي هي الانواع الخاصة بالملوثات بتاعت الابار، اما ان هي بتبقى بكتيرية او ان هي بتبقى كيميائية او ان هي بتبقى اشعاعية. التانكات
ده المصدر رقم 3 اللي هي الووتر تانك او اللي هي التانكات بتاعة المياه زي ما صنفناهم على حسب الاستخدام، اما ان هي بتبقى بوتابل او نون بوتابل او جري ووتر او ستورم او اريجيشن او فاير فايتنج، تمام. وكل صورة ده بتعبر عن الحاجة ده. هي الجري ووتر خلاص يبقى هي المية اللي بتخرج من الشاور، اللي بتخرج من الافاتوري، بتخرج من الغسالات او بتخرج من اللي هي الباستا، تمام. لو اتكلمنا عن التنكات نفسها من ناحية البوزيشن او ناحية اللي هي مكانها موجود فين، اما ان التنكات ده هي بتبقى اندر جراوند، يبقى بتبقى تحت الارض زي ما انت شايف كده في الصورة ده، تمام. التنكات بتبقى مدفونة، بيبقى ظاهر منها بس الاكسسبل بتاعها، تمام. او ان التنكات ده هي بتبقى على الروف، يبقى تنكات سطحية او بنسميها elevated tank. او التنكات دي بتبقى موجودة على الارض، يبقى هنا بتبقى ground water tank. الاشهر طبعا اللي هو ايه، الروف تانك. وساعات كتير في المباني اللي هي بتبقى الهاي رايز وحاجات زي كده بنحط ايه تنكات في البيزمنت مثلا. لو اتكلمنا عن التنكات من ناحية الماتيريال او ناحية اللي هي المادة اللي بيتصنع منها التنكات نفسها، في اللي هي concrete tank، يبقى تنكات خرسانية او تنكات ستيل، او في تنكات اللي هي البي بي ار، تمام. دي الاشهر دلوقتي اللي احنا بنشوفها كتير جدا فوق الاسطح سواء كانت افقية او رأسية. وفي تنكات تانية اللي هي بنسميها جي ار بي او اللي هي سكشنال جلاس ريفورسد بلاستيك. الجي ار بي ده هي بتبقى عبارة عن ايه، بتبقى عبارة عن بلوكات، تمام. البلوكات ديت او الواح بتبقى بابعاد معينة، وليكن مثلا 2 متر في 2 متر او 2 متر في متر ونص او نص في نص، تمام. ايا كان بقى البعد بتاعها ازاي، تمام. البلوك نفسه في الغالب بيبقى نص في نص، تمام. بيبدأ هنا يحصل تجمع ما بين كل واحد والتاني بحيث ان هو يشكل في الاخر ايه اللي هو التانك. فالجي ار بي تانك مش بيجي كده يعني تانك كامل بيروح راكب كده وخلاص، لا، هو بيتفصل على حسب البعد اللي انت عايزه، يحط بلوك جنب بلوك جنب بلوك لحد ما بيحصل على البعد اللي هو محتاجه سواء كان طول او عرض او ايه او ارتفاع. التانكات اللي هي الاليفيتد، تمام، او التانكات اللي هي بتتحط على السطح زي ما قلت لك ان بتبقى في مشكلة اتكلمنا عنها في المحاضرة اللي فاتت اللي هي الادوار القريبة من التانك نفسه، ودي يمكن هتحسها لو انت ايه ساكن في دور قريب من السطح وعندك تانكات فوق السطح، ان المية عندك ضعيفة بالرغم ان التانك فوقك على طول اهو، تمام. يبقى التانك فوقك ومع ذلك المية عندك في الحنفية ضعيفة، تمام، وممكن ما توصلكش لو هو التانك اصلا مش محطوط على حاجة عالية. القصة دي بتحصل نتيجة اللي هو الفرق الاستاتيكي، بمعنى ان الجهاز الصحي او الفيكسشر علشان يشتغل يبقى بشكل سليم يبقى المفروض ان انا بوفر ليه ريزيدوال بريشر بقدر معين. ريزيدوال بريشر ده هنتكلم عنه في جزء الديزاين، وليكن مثلا الليفاتوري ده بيبقى محتاج نص بار على الاقل، الدبليو سي وليكن مثلا بحتاج 1 بار. فبالتالي هنا لو انت مش حاطط التانك ده على حاجة عالية او لو مش موفر وسيلة انك ترفع الضغط ده وتوفر الريزول بريشر عند الفيكسشر ده، يبقى عندك الجهاز الصحي ده مش هيشتغل بشكل سليم. طيب الحل للتغلب على القصة ده للادوار القريبة من التانك، قال لك الحل الاولاني انك ترفع التانك زي ما قلت لك على شاسيه مثلا من الحديد بالشكل ده، او انك تعمل ترفعه مثلا فوق اللي هي الاوضه بتاعه الاسانسير، او تفصل له اوضه لوحده لان الوزن بتاعه بيبقى كبير جدا، ولازم تبقى مبلغ اللي هو المهندس بتاع الاستراكشر او المهندس بتاع المدني بالوزن بتاعه والحجم بتاعه علشان خاطر يبقى حاسبه كاستاتيك لود حطه عنده على المبنى علشان خاطر ما ياخدش المبنى وينزل، لانه زي ما بقول لك الوزن بتاعه بيبقى كبير جدا. طيب ده حل. الحل التاني ان انت بتحط التانك على السطح وتروح مركب حاجه اسمها بوستر بامب. البوستر بامب ديت هي طلمبات بتبقى القدره بتاعتها مش كبيره، تمام. الفلو بتاعها على حسب الديماند، الضغط بتاعها يعني قليل جدا، ممكن يبقى في حدود مثلا 1 بار 1.5 بار بالكتير للتغلب على الفريكشنز. البوستر بامب ديت وظيفتها ان هي بتسحب من التانك وتبدا هنا تضخ في الشبكه في اللي هي المواسير او الريازر بتاعه الميه علشان تغذي الادوار القريبه من التانك.
طب لحد كام دور؟ يبقى بنشتغل دايما على اقرب 3 ادوار من السطح، يبقى اقرب 3 ادوار من السطح او اخر 3 ادوار عند في المبنى اللي هم القريبين من السطح، هم دول اللي بنغذيهم من البوستر بامب. في بعض الناس بتاخد اول 5 ادوار بس، انا شايف ان هو ايه رقم يعني شوية مبالغ فيه. لا، هم 3 ادوار اللي هم القريبين من السطح هم اللي بيبقى فيهم في الغالب المشكلة من ضعف المياه، فعشان كده بنغذيهم على البوستر بامب. باقي اللي هي الادوار اللي هي من بعد الثلاث ادوار دول بيبقى التغذية بتاعتهم اندر جرافيتي. البايبنج اللي هي بتتوصل على التانك اللي انا هقوله ده هيبقى موجود على اي تانك في الحياة هتقابله، سواء كان بتاع مياه بوتابول نون بوتابول، سواء كان مياه خاصة بالفاير ريجيشن ايا كان. طبعا هتلاقي عندك في السلايدات دايما وانا شغال كده، يبقى اي حاجة او اي معلومة بتكلمها بروح كاتب الريفير تو، يبقى هنا بكتب المصدر بتاعه علشان خاطر ايه اللي بيدور على المعلومة ده يستزيد منها او ان هو يتأكد منها، يبقى هتلاقي عندك دايما السورس ايه اعلى السلايد. طيب التانكات نفسها ايه البايبنج بتاعتها؟ اول حاجة اللي هي خط الفيلينج وخط الميك اب اللي هي التعويض نفسه او خط عملية الملء بتاعت التانك اللي بينوصلها بالمونسيبلتي او اي وسيلة من الوسائل بتاعت الملء. بيبقى في عندي ماسورة تانية خاصة بالاوفر فلو، ان انا لو حصل مشكلة في العوامة اللي هي خاصة بالفيلينج او الميك اب لاين، يبقى هنا هتلاقي كميات المية هتزيد عندك جوه التانك وتبدأ تغرق معاك اللي هي البامب روم او تغرق عندك السطح. فبالتالي هنا لازم نوفر ماسورة اللي هي الفائض اللي هي بنسميها الاوفر فلو كونكشن او اوفر فلو بايب، علشان خاطر المية الزايدة تبدأ تتصرف من الوصلة ديت. لازم يبقى عندي فنت، يبقى هنا لازم يبقى فيه فنت للتانك علشان خاطر المية اللي انت هتسحبها يبدأ هنا يحل مكانها ايه هوا. لازم يبقى عندك وصل الدرين، لو انا بعمل صيانة للتانك ده بعمل له تنظيف الكلام ده كله، يبقى لازم وصل التصريف اقدر اصرف من المية الموجود عندي جوه التانك. لازم في وصل الديستشارج، يبقى هنا لازم يبقى فيه تانك اوتلت او اللي هي الخارج بتاع التانك، سواء كانت الخارج ده هيتوصل اندر جرافيتي هيغذي الادوار اللي تحته مثلا اندر جرافيتي، او ان هو بيتوصل على الطلمبات واللي هي البوستر وبيبدا يسحب من التانك ده ويغذي اللي هي الادوار القريبه من السطح، ده لو كان اصلا تانك ايه اليفيتد. فالكونكشنز دي كلها يبقى دي موجوده ستاندرد موجود عند في اي تانك من التانكات اللي هي خاصه بالمياه. البايبنج دي برضو احدى المكونات اللي هي خاصة بالووتر سبلاي سيستم. شبكة المواسير هي الشبكة اللي بنستخدمها علشان خاطر انقل بيها المية من السورس بتاع المية نفسه للي هي الفيكسشر، تمام. فهتلاقي مثلا بيت عندك او هتلاقي فيلا او اي بروبرتي موجود عندك، يبقى هنا بيبقى مثلا في كيتشن سينك، بيبقى في شاور، بيبقى مثلا في ليفاتوري، بيبقى في عندك اللي هو غساله، بيبقى في لازم مصدر للميه، المصدر بتاع الميه ده بيبدا يغذي اللي هو الطرف البارد عندك في كل الاجهزه الصحيه الموجوده ديت. وبعد كده بيبقى في عندي اللي هو الخط البارد ده بيغذي سخان، سواء كان السخان ده انفيديوال او سخان سنترا، فيبدأ هنا السخان ده يسخن المية الباردة فبيوصلها لدرجة حرارة ممكن توصل لستين درجة سيليزية، وبعد كده بيغذي اللي هو الطرف السخن للأجهزة الصحية المختلفة، سواء كان شاور، سواء كان لافاتوري، سواء كان كيتشن سينك، سواء كان ايه اللي هو اللاندري او اللي هي الغسالة، ده لو كانت طبعا الغسالة ما فيهاش اصلا بيلت ان هيتر. لو فيها يبقى هنا وده الغالب اللي بيبقى موجود فبنوصلها بس خط مية بارد. دايما بتلاقي السخن على ايه على الشمال، ما ينفعش ابدا السخن يبقى ايه على اليمين. البايبنج ماتيريال، لو اتكلمنا على اللي هي الماتيريال بتاعة المواسير نفسها، فقال لك ان في انواع مختلفة بنستخدمها في المواسير كماتيريال، سواء كان في اللي هي السيرفيس بايبنج او كانت الديستريبيوشن بايبنج اللي هي الشبكات الخارجيه اللي هي شبكه الانفرا التغذيه الرئيسيه، او الشبكات الداخليه بتاعه المباني نفسها، تمام. قال لك ان المواسير اللي احنا بنستخدمها في اللي هي السيرفيس بايب اللي هي الشبكه الداخليه بتاعه المبنى، اما ان هي بتبقى تايب كي كوبر تيوبنج
ما هو سير نحاس، بس دي بتبقى غالية جدا جدا وبترفع التكلفة بشكل كبير جدا للمشروع. كنا بنستخدمها في مشاريع اللي هي خاصة بقطر. في عندك بعد كده اللي هي مواسير الستيل، تمام، ما بنستخدمهاش الا في حالة اذا كان عند درجات الحرارة عالية جدا، لان برضو هنا الستيل ده بيبقى غالي. عندي اللي هو البي في سي بلاستيك بايب، تمام، يبقى مواسير اللي هي البي في سي. عندي اللي هو البولي بروبلين بلاستيك بايب، اللي هي المواسير اللي هي بتبقى خضرة، بالرغم ان هي يعني هي البي بي ار ده ممكن ما يبقاش لونه اخضر اصلا، تمام، لكن هم بيلونوه. فالمواسير الخضراء او المواسير اللي هي البي بي ار دهيت هي اشهر انواع المواسير اللي بتستخدم حاليا، تمام، داخل المباني. وحاليا بيستبدل كل المشاريع دلوقتي في قطر باللي هي المواسير بتاعت البي بي ار ديت، لان تكلفتها الى حد كبير بتبقى قليله، وفتره العمر التشغيليه بتاعتها بتبقى ايه، بتبقى كبيره. في مواسير تانية اللي هي بنسميها البيكس، او اللي هي كروس لينكد بولي ايثيلين. ايه الكروس لينكد بولي ايثيلين او البيكس دهيت؟ يبقى دي مواسير بتبقى مرنه، في الغالب بتبقى متكونه من اكتر من طبقه، بتبقى 3 طبقات، بتبقى بيكس الومنيوم بيكس، يبقى في النص كده طبقه الومنيوم عشان تديها الجساءه الخاصه بيها. النوع ده من المواسير بيتحمل ضغوط عاليه وبيتحمل درجات حراره عاليه، هنتعرف على البروبرتيز بتاعته كلها دلوقتي. والبيكس ده هي بتبقى عامله زي اسلاك الكهرباء، ان انت بيبقى عندك موزع رئيسي اللي هو بنسميه المانيفولد، وبعد كده بيبقى واخد منه اللي هي خطوط فرعيه بيغذي بيها الاجهزه الصحيه المختلفه الموجوده عندي في المكان. ادي بالتفصيل اهو اللي هي البيكس الومنيوم بيكس، او اللي هي المواسير البيكس دي. قال لك ان هي ممكن تتحمل لضغط حوالي 125 بي اس اي، اي ما يعادل حوالي 8.5 بار، عند درجه حراره كام؟ 82 درجه سيليزيه. قال لك ان هي متوفره بمقاسات من 3/8 لحد 2.5 بوصه، وهنشوف الجدول بتاع الدايمنشن الخاص بيه. المواسير بتاعت البيكس ديت اما ان انا بستخدمها في الووتر سبلاي سيستم، يبقى في تغذيه المياه للاجهزه الصحيه، او ان انا بستخدمها في حاجه اسمها فلور هيتنج. ايه الفلور هيتنج ديت؟ دي المهندسين بتوع التكييف اعلم مني بالقصه ديت. الفلور هيتنج هو عمليه تدفئه، يبقى هنا بيعمل شبكه تدفئه في الارضيه الخاصه بالغرفه معينه او خاصه بالدور بالشكل كامل، تمام. الفلور هيتنج دهيت يبقى بتعمل عمليه بيمرر مياه سخنه في المواسير دهيت، فبترفع درجه الحراره بتاعت المكان، نتيجه لان الـ نتيجة لأن هي بتعمل على تسخين. يعني هنا ده بيبقى عندك الشبكة اهو بالشكل ده، بيروح حاطط البلاط بتاعه وحاطط الفينيش وكل حاجة، فهنا بيحصل ان الهواء البارد بيبدأ هنا يوصل لمين؟ للسطح بتاع الأرضية، فيسخن، فلما يسخن بتقل الكثافة بتاعته، يبدأ هنا يرتفع لأعلى، وهكذا الهواء البارد يبدأ ينزل. فهنا بيتم عملية ايه؟ تقليب للهواء في الغرفة، وفي نفس الوقت هو دلوقتي بيعمل على رفع درجة حرارة ايه؟ الغرفة. ده بيستخدم يعني في الأماكن اللي هي الباردة، وشوية الأماكن يعني ايه النظيفة، قصر مثلا بتاع أميرة، قصر بتاع ملكة، الكلام ده كله، يبقى هنا بتلاقي فيه موجود اللي هو ايه؟ الفلور هيتنج. ده اللي هو شكل المانيفولد او الموزع اللي هو خاص بالووتر سبلاي سيستم، او بيستخدم برضو في الفلور هيتنج. بيبقى هنا داخل عندك خطين رئيسيين، خط بارد وخط سخن على المانيفولد ده. ومين المانيفولد ده؟ شايف الافرع دهيت؟ كل واحد من دول بيبقى ايه؟ مغذي جهاز معين. يبقى هنا واخد خط بارد وده خط سخن رايح مثلا على الليفاتوري، واخد خط بارد وخط سخن يبقى رايح على الشاور، وهكذا للاجهزه الصحيه الموجوده عندي في المكان. تعال نشوف مع بعض كده فيديو مبسط للقصة دهية. What you see behind me is a PEX central manifold water distribution system. PEX stands for cross-linked polyethylene, and this black part in the middle is our manifold. Manifold being a word that means a bunch of smaller takeoffs off of a large central port.
PEX manifold system does a number of things for us. First of all, each and every one of these runs is a home run. That means that this might go to the end, the cold water in the end fixture. من أشهر الشركات الخاصة بالكيومنت بتاعة البلومنج. So we can just simply come and turn off a fixture if we want to work on it. It's much like a breaker panel for an electrical system. Because each one of these is a home run, we don't have to clear out a 3/4-inch line of copper when we're trying to get hot water throughout the house. So we end up using a lot less hot water to get to that end fixture. That saves a lot of energy in itself. The other thing is that by not clearing out that 3/4-inch line, and the fact that PEX lines have a smaller interior diameter, they can deliver the same pressure because of these soft curves. شايف السهولة نفسها بتاعت حركة البايب نفسها. The interior is much slippier than copper, so we can deliver. بيتحرك زي وزي أسلاك الكهرباء بالظبط. The average family of four will save about 18,000 gallons of water a year from one of these systems, and it's cheaper to install. The materials cost less, and PEX is certainly less hard on the environment than manufacturing copper would be. So when you take all of those effects into account, this really makes it quite a green product, but also one that has better comfort for the homeowner and saves money over the long term. So really, everybody wins, except for maybe the copper industry. ده هنا بيوري لك قطاع كده فيه اللي هو المعاصير بتاعت البيكس دهيت ان هي بتتكون من زي ما اقول لك كده ثلاث طبقات. الطبقة الاولانية اللي هي البيكس, بعد كده بيكس تانية, وفي النص بيبقى الامونيوم. بيبقى هنا حاطط مادة لزق اللي هي الادهزف لير ديت ما بين كل طبقة والتانية. ده هنا الجدول ده بيوضح لي اللي هي الدايمنشن كلها بتاعت المعاصير البيكس من اول 3 اتمان لحد 2.5 بوصة. بيدي لك اللي هو الاوتسايد دايمتر, بيدي لك اللي هو التوليرانس بتاعه والمينيمم وول سيكنس, وبيدي لك كمان التوليرانس اللي هو الانر. لو شفت الوصلة بتاعته يعني شوية غريبة, يعني بتبقى وصلة نحاس كده, بيبقى هنا عامل اللي هو الالووز او ايا كان بقى الوصلة اللي هي مش الووز, لا هي بتبقى حاجة كده اشبه بالافيز, يعني بتبقى وصلة قوية جدا في عملية التوصيل. زي ما بقولك كده الشبكة دي بتتحمل ضغوط عالية ممكن توصل ل8.5 بار او حاجة زي كده المواسير دي نفسها. والميزة بس بتاعت المواسير ان هي بيبقى سهل الاستخدام وسهل لعملية الصيانة. يعني انت عندك مثلا حصل اي مشكلة في اي جهاز, بتبدأ هنا ايه تسحب اللي هو البايب ديت وتغيرها بواحدة تانية وخلاص على كده, تمام. ما فيش بقى قصة تكسير بقى في الحيطة وكسر في الأرضية والكلام ده كله, لا زي ما بيحصل في المواسير اللي هي العادية زي البي بي ار والنحاس وغيره, لا هنا ده بيبقى ايه سهل في عملية الاستخدام وسهل في عملية الصيانة. لكن هو يعني الى حد كبير انا ما شفتوش في مصر, مش متعرف عليه الا في اللي هو الفلور هيتنج, تمام, ده على حد علمي. فدايما المشهور في مصر والدول العربية اللي هو المواسير الخضراء او المواسير اللي هي البي بي ار. المواسير الخاصة بالتوزيع اللي هي الشبكات الخارجية, اما ان هي بتبقى اتش دي بي اي اللي هي الهاي دنسيتي بوليسيلين, او ان هي بتبقى مواسير ستيل, او ان هي بتبقى مواسير يو بي في سي, تمام. دول اشهر ثلاث مواسير يمكن الاكثر استخدام اللي هو اليو بي في سي, لان الاتش دي بي اي والستيل بيبقوا غاليين جدا. الاتش دي بي اي بنستخدمه في الشبكات الخارجيه لما بيبقى عندي مثلا كومباوند او حاجه يعني البادجت بتاعها عالي, فبنستخدم اللي هو ايه المواسير الاتش دي بي اي في الشبكات الخارجيه. في خواص مهمة او بروبرتيز مهمة جدا بتبقى مكتوبة عندي على الماسورة, والحاجات ده هي بتبقى مهم جدا جدا لمهندس البلومنج ان هو يبقى فاهم الرمز ده بيعبر عن ايه, لان هو بيفرق ما بين ماسورة والتانية. انا ممكن ما بلش ماسورة مثلا في موقع معين بسبب ان مكتوب عليها وليكن ان البي ان بتاعها متوصف بتوصيف تاني غير اللي هو البي ان المتوصف عندي في البي كيو او الموصف الاستشاري. ايه هو البي ان؟ تعال نتعرف بقى مع بعض كده على الرموز اللي هي بتبقى مكتوبة على المواسير, سواء كان المواسير اللي هي بي بي ار او المواسير اللي هي الاتش دي بي اي او المواسير اليو بي في سي وغيرها. فبتلاقي من اشهر اللي هي الرموز او السيمبلز اللي بتبقى مكتوبة اللي هي حاجة اسمها اس دي ار, حاجة اسمها بي ان, حاجة اسمها بي اي, حاجة اسمها سي ال, والحاجة الاخيرة اللي هي السكيدول.
سكيدول يمكن احنا ذكرناه كده في الكورس بتاع الفاير اللي هو السكيدول بيعبر عن التخانة بتاعت الماسورة، ان كل ما بيعلى السكيدول بتاعي كل ما التخانة بتاعت الماسورة بتزيد، وبالتالي تحملها للضغط بيبقى بشكل كبير. تعالى نتعرف على كل ايتم من دول. الاس دي ار يبقى بتاعني حاجة اسمها ستاندرد دايمنشنال ريشيو، يبقى النسبة البعدية الخاصة بالماسورة. ايه هي الستاندرد دايمنشن ريشيو؟ هي عبارة عن حاصل قسمة اللي هو النومينال اوتسايد دايمتر على السيكنس، يبقى على النومينال سيكنس بتاعت ايه؟ بتاعت الماسورة نفسها. كل ما النسبة دي زادت يبقى بتعني ان الماسورة ده هي السيكنس بتاعها بيبقى قليل، يبقى كل ما النسبة دي زادت يبقى هنا التناسب عكسي ما بين الاس دي ار وما بين ايه؟ وما بين السكنس، صح كده؟ يبقى هنا لما النسبة دي تزيد تمام معناها ان السكنس بتاعي ايه؟ اقل، وبالتالي قدرته على التحمل للضغط بتبقى ايه؟ بتبقى اقل. تمام؟ فتلاقي عندك المواسير ممكن تبقى حاجة اسمها SDR 11، ممكن تبقى 9. هنشوف في جدول بعد السلايد ده بيعبر عن القصة بتاعت الـ SDR دهيت ومع الماتيريالز المختلفة. تمام؟ يبقى الـ SDR هو عبارة عن نسبة ما بين اللي هو الأوتسايد دايمتر على اللي هو السيكنس بتاع الماسورة. التناسب زي ما بقول لك كده ما بين الاس دي ار والسيكنس تناسب عكسي. تمام؟ كل ما السيكنس هيزيد يبقى الاس دي ار هيقل والعكس. البي ان دي من اشهر الحاجات اللي احنا بنوصفها عندي في البي كيو. تمام؟ ان احنا مثلا بنقول ان المواسير بتاعه البي بي ار ديت البي ان بتاعها 16. يعني ايه 16؟ البي ان تعني النومينال بريشر او البريشر نومينال، يعني بتتحمل ضغط قد ايه، والوحده بالبار. تمام؟ يبقى انديكيتس ذا بريشر ان بار. لما بقول بي ان 16 معناها ان هي بتقدر تتحمل لحد 16 بار، بس مش عند اي درجة حرارة. عند درجة حرارة كام؟ قياسية عند 20 درجة سيليزية، لان كل ما هترفع درجة الحرارة تمام كل ما القيمة بتاعت البريشر ده هي تحملها بيبقى ايه؟ بيبقى اقل. يعني وليكن مثلا الماسورة ده مكتوب عليها بي ان 16 بس بتشتغل عند كام؟ عند 20 درجة سيليزية. شغلتها عند 40 فهتلاقي ان هي ممكن تستحمل مثلا عند النومينال بريشر 12 مثلا. تمام؟ كمثال يعني مش رقم حقيقي. تمام؟ فبالتالي هنا القصة ما بين اللي هي بريشر ودرجة الحرارة، كل ما انت هترفع درجة الحرارة قدرة الماسورة على تحمل ضغط بتبقى ايه؟ بتبقى اقل. ممكن تلاقي رمز مكتوب على بالاخص على المواسير اللي هي الاتش دي بي اي اللي هي البي اي. تمام؟ البي اي بتعني اللي هي الماتيريال او بي بتعبر عن الماتيريال اللي داخله في تكوين الماسورة نفسها. ففي ارقام مختلفه او ماتيريالز مختلفه بتدخل في البولي اسيلين بايب ده، هي اللي هي بي اي 100 بي اي 80 63 40 32. والبي اي دي دهيت كل ما انت بترفع البي اي في القيمه بتاعته كل ما انك ممكن تحصل على قيم للتحمل للضغط بتبقى ايه؟ بتبقى اكبر. في حاجه اسمها سي ال. تمام؟ دي بتعبر عن اللي هي المواسير بتاعت البي في سي والمواسير اليو بي في سي، وتعني كلاس. فتلاقي مثلا عندك الموصفين مثلا اللي هي البريشر بتاع البايب او بتعبر عن البريشر بتاعت الماسوره نفسها ان هي مثلا سي ال 200 بي في سي. يعني ايه سي ال 200؟ معناه ان هي تقدر الماسوره دي تتحمل لحد كام؟ لحد 200 بي اس اي. تمام؟ في حاجة تانية كنا بندرسها زمان اللي هي اللي مثلا المواسير اليو بي في سي اللي هي بتاخد كلاس 4 او كلاس 5. يبقى هنا بتلاقي عندك الكلاسز ديت برضو بتعبر عن ايه؟ عن قيمة الضغط. كل ما بترفع الكلاس كل ما ايه القيمة بتاعت الضغط اللي تتحملها الماسورة بتبقى بشكل اكبر. الاسكيدول خلاص يبقى عرفنا ان هو عباره عن علاقه نسبيه مع السيكنس. كل ما انت بترفع رقم الاسكيدول ده كل ما كان السيكنس بتاع ايه الماسوره اكبر، وبالتالي قدرتها على تحمل الضغط بيبقى بشكل اكبر. فالاس دي ار بي ان بي اي كلاس الاسكيدول كلها في الاخر بتترجم الى ان الماسوره ده هي بتتحمل ضغط قد ايه، او ان هي الضغط اللي بتتحمله كبير ولا صغير. لو بصينا الجدول ده هتلاقي اده الماتيريالز المختلفه اللي اتكلمنا عنها اللي هي خاصه بالبولي اسيلين من اول بي اي 40 لحد 100. ده اللي هو الاس دي ار اللي هو العلاقه ما بين اللي هو الاوتسايد دايمتر بالنسبه للسيكنس. تمام؟
وهتبص تلاقي هنا اللي هي قيمة النومينال بريشر، يعني قدرة الماسورة دي على التحمل بتاع الضغط قد ايه. وليكن مثلا ناخد بي اي 100، شايف اس دي ار 41 بيتحمل ضغط كام ماكسيمم؟ بي ان 4، يعني اقصى حاجة تحملها 4 بار. طب تعال نقل كده لحد ما نوصل اس دي ار 9، ممكن يوصل كام؟ 20 بار. يبقى زي ما اقول لك كده، كل ما بيقل قيمة الاس دي ار بتاعتك، كل ما قدرة الماسورة دي على تحمل ضغط بيبقى ايه؟ بيبقى اكبر. نفس الكلام بالنسبة للبي اي نفسها، يعني عندك البي اي 40 مثلا، ده ماتيريال تمام. لما نقارنها بالبي اي 100 هتلاقي عندك اللي هي الاس دي ار بتختلف تمام. هنا بيديني عدد محدود من الاس دي ار، هنا بيدينا عدد او فرايتي بتبقى اكبر في اللي هو البي اي 100. القدرة على التحمل على الضغط مثلا مع البي اي 100 مثلا عند اللي هو الاس دي ار 11 هتلاقيه 16 بار، بينما عند البي اي 40 هتلاقيه 6 بار. يبقى هنا زي ما بقول لك كده برضو، البي اي ده بيدخل كعلاقة في الضغط، ان كل ما برفع قيمة البي اي كل ما قدرة الماتيريال ديت على تحمل الضغط بتبقى ايه؟ بتبقى اكبر. بتلاقي عندك على الماسورة بالشكل ده كده، ادي مواسير مثلا بي بي ار، بما مكتوب عليها مثلا اس دي ار 7.4 مثلا، او اس دي ار 9 تمام، عند مين؟ عند 20 درجة سيليزية وهكذا. يبقى هنا ده اللي هي بيبقى مكتوب على البي بي ار. هتلاقي مثلا مكتوب على الاتش دي بي اي، يبقى مكتوب عليه ايه؟ بي ان مثلا 6 او بي ان 16 او بي ان كذا. يبقى ده بيعبر عن النومينال بريشر اللي هو بيشتغل عنده الماسوره دهيت. هتلاقي مواسير مثلا بي في سي بتشتغل عند ايه؟ سكيدول مثلا 40، يبقى عارف ان التخانه بتاعتها تقدر تتحمل ضغط مثلا لحد قد كذا تمام. يبقى دي كلها بيبقى كاتب لك كمان الضغط اللي هو بتشتغل عنده. دي كلها بتبقى كتابات او اللي هي الختم اللي بيبقى موجود عندك على الماسوره. وده من الحاجات اللي هي لازم تتشك عليها لو انت بتستلم مثلا مواسير هتبدا تشغلها في الموقع عندك. الحاجات دي هي لو فيها مشكله او فيها غلط عن التوصيف بتاع الاستشاري بتعمل مشكله كبيره جدا، وممكن يعني المهندس يروح في داهيه بسببها. يعني بعد كده هنتكلم على اللي هي القصة بتاعت الانسوليشن او عملية اللي هي العزل بتاعت المواسير. يعني دي ممكن نقفل بيها المحاضرة بتاعتنا، وبإذن الله نكمل المحاضرة اللي جاية في الانسوليشن او عملية العزل نفسها. ان المواسير السخنة او المواسير اللي بيمر فيها الهوت ووتر او بيمر فيها ستيم او بيمر فيها تشيلد ووتر، بيحصل في تبادل حراري بينها وما بين اللي هو الهواء المحيط بيها. فالمية السخنة دهيت بالاخص في اللي هي السخانات المركزية او اللي هي السنترال ووتر هيترز، لو حصل فقد كبير جدا للي هي كميات الحرارة اللي موجودة في الماسورة دهيت بينها وبين الهواء الجوي بتسبب مشاكل. المشاكل بتاعتها تمام ان هي اولا بتقلل درجة الحرارة، بتعمل هدرة للطاقة، وفي نفس الوقت يبقى ايه؟ ما بتشغلش السيستم بشكل سليم. كذلك الامر بالنسبة للتشيلد ووتر، يعني هنا مثلا في اللي هي المياه الخاصة بالتشيلد سواء كانت درينكينج او اللي هي بتستخدم في عملية التكييف، لو حصل تبادل حراري وما فيش عزل حراري على المواسير دهيت، فهنا برضو بيحصل تبادل حراري بينه وبين الهواء الجوي، وبالتالي هنا بتخلي عندك اللي هي المياه المثلجة دهيت ان هي تكتسب حرارة، وبالتالي بتأثر على البرفورمانس بتاع ايه؟ بتاع الجهاز اللي بتشغله سواء كان اللي هو درينكينج او سواء كان اللي هو خاص بالتكييف. فعشان كده بنروح حاطين اللي هي العزل الحراري يبقى على المياه السخنة وعلى المياه ايه؟ المثلجة. لو الماسورة اللي هي بتاعت المياه السخنة مدفونة في الحيطة يبقى بنعملهاش عزل، لان خلاص الحيطة دي والفينيش بتاع الحيطة بيعتبر هو نفسه العزل بتاع ايه؟ بتاع الماسورة. بيبقى في عندي جدول بيعبر عن القيمة بتاعت السكنس بتاعت الانسوليشن، يبقى اللي هي السمك بتاع العزل ده قد ايه على حسب قطر الماسورة وعلى حسب درجة الحرارة بتاعت اللي هي الفلويد اللي بيمر جوه الماسورة نفسها. فوليكن مثلا احنا شغالين وليكن من 105 ل 140 درجة فهرنهايت،
يبقى هنا بتلاقي عندك القطر بتاع الماسوره قد ايه. لو كان اصغر من 1 بوصة يبقى هنا السيكنس بتاع الانسوليشن كام؟ 1 بوصة. كان مثلا من 1.5 لحد 4 يبقى هنا السيكنس بتاعك كام؟ 1.5. يبقى هنا بتلاقي عندك بتوقف على درجه حراره الفلويد، توقف على قطر الماسوره، وعلى حاجه اسمها الانسوليشن كوندكتيفيتي او اللي هي التوصيليه نفسها بتاعت ايه؟ بتاعت العزل. تمام. الجدول ده من اللي هو الاسبي فوليوم 4 شابتر 5 لو انت عايز ترجع للقصه دهيت. والجزء الاولاني ده خاص بالهوت ووتر، والجزء الثاني اللي هو اللي تحت ده خاص بالكولينج سيستم اللي هي التشيلد ووتر. تعال نشوف كده مع بعض فيديو سريع بيوضح لي القصه بتاعه الانسوليشن بتمشي ازاي. العزل ده ممكن يبقى صوف زجاجي وممكن يبقى ماتيريالز تانية هنشوفها مع بعض. Insulating your home's hot water pipes is an easy and economical way to help save money and energy. While pipes can be wrapped with special foils and insulations, foam insulation is probably the easiest solution. يبقى في foam insulation وفي اللي هو الصوف الزجاجي. When more than one section of tube is required to cover a pipe, be sure to seal the joint completely with duct tape. When insulating around corners or T-joints, cut tubing at proper angles to ensure pieces fit snugly together. Again, be sure to seal all joints with duct tape. Now there's a quick and easy solution to help you save money on your hot water costs. كان في فيديو تاني برضو يوضح ال cold temperatures. أهو. ده صوف زجاجي ده بيروح عامل له رابنج باللي هو ماده زي الالومنيوم كده. Leading to structural damages and a hefty repair bill. Pipes that are exposed in unheated areas such as basements and exterior walls are particularly vulnerable. Pipe insulation not only helps protect you against a catastrophe, but it also reduces plumbing noise, mold growth and heat loss. ده اللي هو صوف زجاجي. ده اللي فوم. Always wear safety glasses when working with pipe insulation and follow the guidelines of your manufacturer. You may need a ladder to reach the pipes, particularly in basements with high ceilings, like the one shown in this video. Before you begin the insulation, remove any dirt or grease from the pipes with a rag and mild cleanser, and allow the pipes to completely dry. A couple of the most popular pipe insulations are fiberglass pipe wrap and tubular pipe sticks, both available in the plumbing aisle of your local Home Depot store or at homedepot.com. Fiberglass pipe wrap can be used in high heat areas where tubular insulations shouldn't be used, near furnaces and water heaters. It's also suitable for pipes with many bends and turns. Fiberglass has small glass particles that could break off. In addition to safety glasses and work gloves, wear a dust mask and a long sleeve shirt for added protection when working with fiberglass. To apply the fiberglass pipe wrap, unroll it with the foil side facing upwards. Slightly overlap the wrap as you go to ensure the pipe is fully covered. شايف لابس gloves كده. Gloves ديت علشان خاطر المادة موازية بجد يعني صوف زجاجي. جربت امسك منه حاجة يعني tubular pipe insulation. Bows or pipe sticks come in a variety of sizes and are useful for copper and iron pipes with long straight runs. Measure your pipes to determine the appropriate size pipe sticks to use for them. Some pipe sticks come pre-slit with an adhesive so you can conveniently slip. يعني نتوقف او نكتفي بهذا القدر باذن الله، واتمنى تكون المحاضره عجبتكم وكان فيها معلومه مفيده باذن الله ليكم. اشوفكم باذن الله في المحاضرات التانية كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.